أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجنا ما بين القانون والسياسة. أعزائي المشاهدين، التساؤل المطروح: كيف يمكن للمأزوم اقتصاديا أن يكون مصلحا سياسيا؟ حلقتنا في هذه الأمسية تدور حول موضوع يشكل جزءا إصلاحيا في الإصلاح الاقتصادي. موضوع هذه الحلقة هو مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة وحماية أقلية المساهمين في هذه الشركات. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عطوفة مراقب الشركات الأستاذ برهان عكروش، وكذلك أن أرحب بالأستاذ المحامي الأستاذ وضاح العطيات الخبير القانوني. أعزائي المشاهدين، شاركونا بآرائكم من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة. أستاذ برهان، نعم، أنتم في مراقبة الشركات، ما هو دور مراقبة الشركات في تعزيز الرقابة والنزاهة وعلى الشركات المساهمة؟ أول شيء شكرا دكتور إليك ولكل العاملين على هذه القناة المحترمة، وبمسي على جميع إخواننا اللي بيشاهدونا على هذه القناة. أول شيء بس أشير شغلة مختصرة صغيرة، أعطي فكرة عن دائرة مراقبة الشركات. هي دائرة خدماتية رقابية استقلت بعام 2003، مركزها موجود بوزارة الصناعة والتجارة، لها 8 مكاتب منتشرة داخل المحافظات، تسهيلا لقناة عملنا بتسهيل بتقديم الخدمة في مكان تواجد هذه المكاتب. دورنا حقيقة بالنسبة لتقديم دورنا بالرقابي على هذه الشركات وتحديدا الشركات المساهمة العامة، لقناعة منا بأهمية هذا الدور الرقابي المطلوب وتحديدا الشركات المساهمة العامة ولأهميتها ولحجم أعمال هذه الشركات وكبر رؤوس أموالها ولأهميتها بالاقتصاد الوطني. موجود عندنا دائرة، تم إنشاء دائرة مديرية كاملة للشركات المساهمة العامة والخاصة لدى مراقبة الشركات بالوزارة. تقوم هذه المديرية بتحليل ودراسة كافة البيانات للشركات المساهمة العامة. حقيقة قبل انعقاد اجتماع الهيئات العامة، عدا عن أنه القانون يتطلب إداء هذه الميزانيات اللي هي ربع سنوية ونصف سنوية، عدا عن إداءها بوقتها المقرر وقبل انعقاد الهيئة العامة ب21 يوم. بكل صدق وأمانة تدرس هذه البيانات دراسة مفصلة يتم فيها هذا من ضمن الدور الرقابي حقيقة اللي موجود لمراقبة الشركات. تدرس هذه البيانات بكل أمانة وتحلل، بيكون مرات موجود بعض التحفظات لمدقق الحسابات، لكون المدقق الحسابات دوره مهم في عمل الشركات المساهمة العامة تحديدا. يتم مراعاة أي تحفظ، تم تحليل البيانات من عندنا موظفين ماليين مختصين بدراسة هذه البيانات، يتم تدقيق بعض البيانات وأي ملاحظات، حتى ممكن قد تصل ما بعد تدقيق هذه البيانات مبدئيا قد تصل في أني أشكل لجنة للتدقيق على أعمال الشركة حتى أقدر أصل لأي مخالفة وأي تجاوزات موجودة داخل هذه الشركة. طبعا بالنسبة للدور الرقابي الآخر، حقيقة تشكيل اللجان الموجودة اللي سمح قانون الشركات ونص عليها، لجان التدقيق عندي صلاحية في نصوص بقانون الشركات تعطيني صلاحية إلي ولمعالي وزير الصناعة والتجارة أن ندقق أي شركة موجودة ومسجلة داخل المملكة حتى نقدر نستطيع أن نبين إذا في خلل أو أي تجاوزات في هذه الشركات. هذا عن تشكيل لجان الإدارة، تشكيل لجان التحويل، إجراءات العملية داخل الدائرة، ضبط إيداع بيانات هذه الشركات ومحاضرها وقراراتها. لما أنا بعتمدها بشكل صح ومطابقة للقانون، أنا بكون طبقت الدور الرقابي حقيقة في أني أضمن أنه القرارات سليمة اللي عم تصل بالنهاية بتخدم هذه الشركات وبنعكس على مساهمين هذه الشركات. أستاذ برهان، يعني نعم، في خلال 3 سنوات الأخيرة، نعم، يعني تعثرت عدد من الشركات، بعض المساهمين وأقصد يعني
صغار المساهمين. نعم. كيف يمكن إصباغ الحماية القانونية لهؤلاء المساهمين صغار المساهمين؟ كيف ما هو دوركم؟ كيف بدك تصبغ الحماية؟ يعني وجد كثير من المساهمين أنفسهم وأنهم لا شيء. نعم. كان السهم مثلا بدينار اشتروه، الآن السهم بأقل من ربع دينار وهكذا. يعني كيف يمكن لهؤلاء المساهمين، كيف يمكن إصباغ الحماية القانونية لهم؟ نعم، بالنسبة دكتور، بالنسبة للشركات حقيقة في عنا عدد من الشركات تأثرت، ولا أخفي في شركات تأثرت بسوء نية من بعض إدارة هذه الشركات، وثبت من خلال التدقيق، وتم تحويل بعض من هذه الملفات للجهات المعنية، منها للنائب العام، ولا أخفي وفي منها شركات تم تحويلها لهيئة مكافحة الفساد وهي الآن منظورة بالتدقيق، وفي شركات الآن تدقق داخل الدائرة، وفي شركات حولت للمكافحة، وفي شركات الآن حولت لدى المحاكم على أثر هذا التدقيق. بالنسبة لحماية صغار المساهمين، حقيقة هذا الموضوع يعني الحقيقة ما بدي أبرر ولا أدافع، لا تتحملوا مراقبة الشركات. حقيقة الأزمة العالمية أثرت علينا، أجا فترة الربيع العربي والأزمة اللي والظروف اللي حوالينا، كثير من الشركات تعطلت أعمالها من خلال إغلاق أسواق بسوريا، إغلاق أسواق بالعراق، الظروف السياسية المجاورة أثرت على عمل هذه الشركات، صار في سوء إدارة وتعمد إساءة من بعض إدارة هذه الشركات، أساءت ووصلت الشركات لهذا الوضع. فلذلك أنت مؤشر السوق المالي حتى أنت لما بتلاقي السهم بنخفض وبنزل لحد معين، يعني مش كله بسبب يعني سوء يعني خلينا نقول سوء إدارة من هذه الشركات، مرات طبيعة الظروف الدولية تؤثر على وضع السهم بسوق عمان يعني المالي. ما بهمنا الوضع الاقتصادي الدولي، دور سياسي، في دور سياسي بالموضوع بانخفاض السهم. لا يعني أنا خلي راح أجيك أكل حال أستاذ وضاح، يعني شو المسؤولية ترتب على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة؟ يعني كثير من المساهمين وجدوا أنفسهم لهم في ليلة وضحاها، ولا هم يعني أسهمهم كلها طائرة، يعني هناك أخطاء لأعضاء مجلس الإدارة، هناك بعضها اختلاسات من خلال التحقيق تبين، شو مسؤولية هؤلاء أعضاء مجلس الإدارة؟ يا سيدي، هو استتباعا للحديث اللي تحدث فيه عطوفة مراقب الشركات، بالنسبة لصغار المساهمين رسم حماية القانون الشركات في حمايتهم بأنه يستطيع ما نسبته 30% من المساهمين أن يتقدموا بطلب لمجلس الإدارة لعزل أي عضو من مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، على أن ينظر هذا الطلب خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. لا بس تحكي 30% من المساهمين، احنا بنحكي عن صغار المساهمين، هذه ابتداء 30% ممن يملكون 30% بالمساهمة في هذه الشركة، هم أعضاء مجلس إدارة. هذه ابتداء عن الحماية المؤقتة اللي, اللي, اللي حققها قانون الشركات بقانون الشركات. لكن هناك حماية قانونية أشد من هذا الحكي، تتضمن أن مجلس الإدارة ليس هو منزه وليس له الصلاحية بأن يتخذ أي قرار دون الرجوع، دون أن يكون هناك ضوابط للمواضيع. فرسم لها القانون مسؤولية ضمن قانون الشركات كقانون خاص يعالج هذا الموضوع، وهناك قوانين أخرى تعزز هذه الرقابة من خلال قوانين أخرى، مثل ضمنها قانون العقوبات وقانون هيئة مكافحة الفساد وجهات أخرى رقابية. بالنسبة للقانون الشركات رسم طريق، وهو أنه إذا نتج عن تصرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أي خطأ ناتج عن إهمال، فيعزل هذا العضو من موقعه، هذا ابتداء. وأي خطأ يتخذه ناتج عن إهمال سواء عضو أو كافة مجلس الإدارة، فهم متكافلون متضامنون من الناحية المدنية اتجاه الشركاء واتجاه الغير واتجاه الشركة، متضامنين متكافلين بالضرر، هذا من الناحية المدنية. من الناحية الجزائية هناك عقوبة أيضا على كل شخص من أعضاء مجلس الإدارة ليسوا منزهين، فعليهم عقوبة إذا اتخذوا قرارا نتج عنه إضرارا بالشركة، أو وهو ما يعزى أو ما نسمعه بجرم الاستثمار الوظيفي.
الذي أفرد له قانون العقوبات نص، حيث أنه المادة 148 من قانون الشركات فقرة جيم تنص على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ولا لأي عضو من مجالس الإدارة أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقد من عقود الشركة. فإذا تعاقد أو نتج عنه أنه اقترف هذه الجرائم فهو الآن يعاقب ضمن نص جرم الاستثمار الوظيفي. الاستثمار الوظيفي هي جريمة الآن مطروقة أو نسمع فيها أمام المجتمع الأردني بيحكوا فيها هذا متهم بجرم الاستثمار الوظيفي. الاستثمار الوظيفي هو له شروط معينة لغايات التطبيق، أفرد لها قانون العقوبات، فهي من الجرائم الاقتصادية ابتداء، وقانون الجرائم الاقتصادية لم يضع عقوبة، بنرجع لها لم يضع عقوبة، إنما أوعز لقانون العقوبات بأن ينص عليها في ضمن المادة 175. بنرجع لها الجرائم الاقتصادية. بس عطوفة الأستاذ برهان، يعني أعضاء مجالس الإدارة بكل أمان من خلال عملنا إحنا كمحامين ورقابتنا واطلاعنا، يعني هناك مكافآت هائلة لأعضاء مجلس الإدارة أدت إلى إفلاس بعض الشركات. هل لكم أنتم في دائرة مراقبة الشركات أي رقابة على تحديد هذه المبالغ، على تحديد هذه المكافآت؟ كيف بعدين؟ يعني مش بس هذه، في المياومات. يعني أنا أحد مبارح كنت في أحد المناسبات، أحد الصحفيين بيقول لي أنه المدير العام كان عنده فوق أكثر من 60,000 بس مياومات. مين اللي بيقرر؟ مين اللي بيقرر هذه المياومات؟ مين اللي بيجيزها؟ مين اللي بيجيز هذه المكافآت؟ هل لكم أي دور أنتم كرقابة شركات؟ نعم سيدي دكتور، أوضح هذه المسألة. حقيقة معظم الشركات المساهمة العامة ومعظم الشركات الأخرى عندها في بداخل هذه الشركات أنظمة مالية وإدارية معمولة بشكل مرجعية وقواعد تمشي عليها إدارة هذه الشركات. للأسف قانون الشركات لا يتدخل بهذه الأمور حقيقة، باستثناء إلا إذا كانت الشركة خسرانة يصرف للعضو 20 دينار بدل جلسة. موضوع الرواتب لا يتدخل بها ولا ينص عليها قانون الشركات. الهيئة العامة تعلم دكتور تنتخب مجلس إدارة لهذه الشركة، مجلس الإدارة بيجتمع وبقرر هاي الرواتب وهاي المكافآت اللي لأعضاء المجلس، يعني هم بيعدوا وبيقدروا لحاله. حقيقة قانون الشركات لا يتدخل ولا وليس في أي حد لهذه الأمور، هذه بموجب أنظمة داخلية يضعها عدا عن الأنظمة يا أستاذ وضاح، اللي هي مسألة محاضر مجالس الإدارة تحدد بموجب قراراتها، تحدد وتعطي قديش هاي الرواتب وقديش هاي المكافآت لأعضاء. بالله نعم. أستاذ برهان، يعني نعم. أنت كمراقب شركات وما شاء الله خبرة طويلة في العمل الرقابي وفي دائرة مراقبة الشركات، يعني هل لديك أو لدى مراقبة الشركات أي رؤية للرقابة على مثل هذه الواقعة؟ نعم، للحفاظ على أموال المساهمين. خليني أحكي بصراحة، يعني هلأ إحنا قانون الشركات حقيقة مطروح من فترة للتعديل. هلأ أنا بدي أحكي عن القادم، أنا حقولنا الوضع الحالي ما في نص. قانون الشركات مطروح من القوانين المطروح إن شاء الله والوقت القريب إن شاء الله للتعديل، يعني وتم الإشارة له أكثر موقع من الجهات المعنية. بإذن الله يعني هذا الموضوع سيراعى جميع في هذه الأمور، أنه الأرباح تحدد نسبة من الأرباح لرواتب ومكافآت لأعضاء هذه المجالس. بالضبط. بفكرة أخرى بتحديد وتنزيل وتخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة مشان نوفر بمصاريف. ممتاز. إذن يعني الشركات أنت بتأخذ مكافأة نعم. بقدر ما أنجزت. مسألة أخرى أشيرها قبل شوية وحكى عنها الأستاذ وضاح الدور الرقابي، أنا بس ما قدرت أفصل حقيقة بحكم أنه بدنا نترك حديث لغيرنا. تفضل. هلأ في فكرة مطروحة وعم نحاول ننظر لها، اللي هي مسألة التصويت التراكمي. التصويت التراكمي إذا طبق ضمن القانون القادم راح يعطي فرص أنه يطلع من صغار المساهمين.